العباقرة قادرون باختلاف الموسم الأول ومباراة صعبة جدا في المجموعة الرابعة، وصعبة علشان للأسف الشديد في فريق واحد بس هو اللي هيوصل لدور الثمانية، وفريق هيودع البطولة. فقرة الأخيرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق. وأول سؤال أميرة وعجلة الحظ. الفرق 15 نقطة لصالح الصاعقة، خلينا نشوف هيحصل إيه. لفة كاملة يا أميرة. علم، سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20 نقطة. عندك 15 ثانية، محدش يستعجل. علم، والسؤال هو جغرافيا، في أي قارة تقع صحراء شلبي؟ مساحتها 100,000 كيلومتر مربع. خمس ثواني. محمد علي إجابتك؟ آسيا. للأسف الشديد إجابة خاطئة، مش آسيا. محمد أدري؟ أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية إجابة خاطئة. قارة إفريقيا على الحدود ما بين كينيا وإثيوبيا، ومشهورة بالسفاري وركوب الجمال. السؤال الثاني، تفضلي يا منى. أول سؤال، طار من فريق المريخ. سويتش في الحالة دي فريق المريخ هيختار للصعقة موضوع السؤال. يعني نرجع لمحمد نخليه هو اللي يختار. مفيش مشكلة خالص، المدير الفني يختار. اختار رياضة. رياضة. صعقة، سؤال في الرياضة. يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ ب20. رياضة، والسؤال هو من هو اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى عام 2021؟ 123 هدف في 214 مباراة، مين يا ترى؟ ثانية، محمد أدري إجابتك. الإجابة مش عندكم، واضح الإجابة مش عندكم. ده حقيقي. إجابتك بابي. فرنسي وبيلعب في باريس سان جيرمان، ملعبش في إيطاليا. ده حقيقي. محمد أدري إجابة خاطئة. فرصة التقدم للمريخ، محمود سمير. ميشيل بلاتيني. هي إجابة إلى حد ما منطقية لأنه كان بيلعب في يوفنتوس. محمود سمير للأسف الشديد إجابة خاطئة. اللعيب ده كان برضو بيلعب في اليوفنتوس، تريزيجيه. صح، طار منكم. أرضك مهدي. السؤال الثالث، تفضل. السؤال الثالث وهنشوف موضوع السؤال ايه. قدرات ذهنية، يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ هنرجع لمحمد برضه في موضوع الجوكر. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ ب30 نقطة. ب30 نقطة، دوس على البازر. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 11 في 11 زائد 160 على 8 يساوي كام؟ 11 في 11 زائد 160 على 8 يساوي كام؟
ثانيتين. إجابتك 142. إجابة خاطئة. في إجابة؟ أخذ إجابة حالا. 141. محمد قادر إجابتك 141. 141 إجابة صحيحة. هارد لك لفريق المريخ. 141 مش 142. ممكن أقول حاجة؟ فريق المريخ هارد لك. عايز تقول يا محمود؟ عايز أشكر فريقي كله ومحمد مهدي المدير الفني بتاعنا، وبشكر مادونا اللي احنا النهاردة ما كانتش موجودة في الحلقة، بس هي كانت بتشجعنا وإحنا يعني مبسوطين جدا إن هي كانت بتشجعنا طول الماتش. وألف مبروك للصاعقة، هم عملوا مجهود هايل، ومدام هند الحقيقة بازلة معاهم مجهود كبير، لأن أنا عارف اللي هي بتعمله من أحمد يعني. فألف مبروك ليهم وبالتوفيق، وإن شاء الله أحمد يبقى أحسن لاعب في الموسم إن شاء الله بإذن الله. فريق المريخ أديته موسم قوي، فرقت على سؤال، لو كنت جاوبته صح كان ممكن النتيجة تتغير. هارد لك لفريق المريخ. محمد مهدي بشكرك، المدير الفني المحترم لفريق المريخ، بحييك وبشكرك. السؤال الرابع والأخير، اتفضل يا مدام هند. الصاعقة إلى دور الثمانية. علم، سؤال في العلم، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ ناخد رأي مدام هند. مش تخسروا حاجة تلاتين؟ مش هنخسر حاجة. دوس على البازر. سؤال بتلاتين نقطة وآخر سؤال في الحلقة، علم. والسؤال هو تاريخ، من هو صاحب أطول مدة في تولي منصب رئيس وزراء مصر في عهد الملك فاروق؟ 5 سنين في فترات مختلفة. أحمد سمير إجابتك. مصطفى النحاس. مصطفى النحاس باشا. إجابة مين يا أحمد؟ إجابتي أحمد سمير. إجابة صحيحة. مصطفى النحاس باشا هي الإجابة صحيحة، والإجابة كانت عندك يا محمد يا علي أنا عارف، ولكن أحمد سمير إجابته كانت صحيحة. الصاعقة رجعوا تاني في المباراة، تألقوا 185 نقطة. ألف مبروك للصاعقة، التأهل لدور الثمانية. أفضل لاعب في ماتش النهاردة أحمد سمير ب 105 نقطة، متألق. أحمد سمير متألق. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف في حلقة النهاردة 295 نقطة، وكل نقطة بألف جنيه بما يساوي 295,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 5,490,000 جنيه من البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا. كانت مباراة صعبة من بدايتها، الصاعقة لم يستسلموا. هارد لك لفريق المريخ، ألف مبروك لفريق الصاعقة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة قادرون باختلاف.